احكي لكم علاش البلاصه هذه في كربلاء عندها قيمه كبيره ياسر بالنسبه للشيعة، لان صارت فيها معركه ما بين الامام الحسين ويزيد بن معاويه على الحكم. طبعا وقتها كان الجيش بتاع اللي بعثه يزيد 30,000 ومع الامام الحسين كانوا 72. المعركه دامت كانت 3 ايام، والامام الحسين ما حبش يتنازل على الحكم ليزيد، فقتلوه وقتلوا اخوه العباس وقصوا راسه، قصوا راس الامام الحسين وبعثوه الى دمشق. فالامام الحسين هنا الضريح نتاع يقولوا الجسم كامل هنيكاتي، اما الراس على حسب الروايات ظهر لي مدفون في دمشق. علما ان المعركه ما بين المسلمين، الامام الحسين هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد هو من بني اميه. طبعا التصوير ممنوع، اعتقد هنا حاول اصور لكم بضريح الامام. مش فاهمك، لحظه بس نصور الامام الحسين، ضريح الامام الحسين اللي هو هذا. هذا ضريح الامام الحسين ابن علي ابن ابي طالب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملقب بابا الشهداء. وهذا شو نيش طلعت التليفون يقول لي موبايلك يا اخي موبايلك، انا كل مره نصرف نعمل سيكون صغير. يلا عيونه بالعرب. تحس بروحك كانك في المدينه المنوره. هذه عارفين شنو هي؟ هذه اللي يسجدوا عليها الشيعة تاع حسين، مصنع من الطين. تمام، كل شيء موجود. هذا الاثنين ما عادش في كربلاء، ورينا في تركيا. شوف ما شاء الله الألوان الجميلة. هيات زاد موجودين، هاي موجود، هذه حلوة. نقول لكم عصار ماذا ما حد هو معلم أنت ماذا ما حد. أعطيه حس. حليب. حليب اللبن. حليب. ما شاء الله. باي تو بعد ما زرنا ضريح العباس والإمام الحسين، طب مش الجراج؟ ثم جراج مش بعيد من هنا يهز للنجف. النجف هذه مدفون فيها إمام علي بن أبي طالب. الراجل اللي بيهزني للنجف هذا عنده كهرباء، خايف من الجماعة الآخرين السواقة. قال لي برا ثم شو؟ ثم واحد جاي ماشي حتى النجف هو وبنته، جيبهم معاك وتعال. قلت له برا انت؟ قال لي لا خاف من السواق. عاد هاني مشيت جبتهم باش على الاقل نطلعوا على طول نمشوا للنجف، ما نقولش استنوا ليه تعبي. هو مترك من البلاصه هيك اللي غادي. الطريق الى النجف. هذا ايرانيين جايين يزوروا في واحد السيد عالي. عالم عالم ايراني. عالم قاضي طبطباني ايراني مدفون في مقبرة النجف، جايين يزوروا فيه. هاي هاي سيبون، لقيت مكان دفن سيدنا هود وصالح. خلاص شفنا المكان. هذا ضريح النبي هود وصالح، الظاهر انهم في نفس المكان مع بعض. حاولوا نقربوا لهم شوي. أوك فلوس دوت، الناس ترمي في الفلوس الضريح، الناس جيت تتبرك يرموا في الفلوس وسط الضريح.
أكبر مقبرة في العالم. هذه أكبر جبانة في العالم. كديش فيها كم فيها؟ كم فيها أكثر من 5 مليون 6 مليون؟ أكبر مقبرة بالعالم. أي. صور أنت مقبرة تمشي بها بالسيارة يعني 5 كيلومتر. أي. بس أنت ما جاينا حتى البلان يمنا. الناس هذا يدو يحبوا الأجرة عشان يندفنوا. نعم. السلام. قرب الإمام عاد. هذا قبر الشهيد حسين الصدر الشهيد الثاني. قبل مو؟ 5 مليون أكثر من 5 مليون مدفون هنا على طول. حكاية 5 كيلومتر وهي مقبرة. الجماعة اللي ركبوا معنا الظاهر أنهم جايين يزوروا واحد مدفون في المقبرة. استغلت الفرصة بنصور شوي. هذه يبغى لها درون. هذه لازمها درون تطلع لفوق وتصور. اما ما عنديش الدرون. ثم مقابر جماعية عائلات كاملة كل واحد وعائلة. قال لي صورني وانت ماشي. يلا السلام عليكم منور. هو جاي يزور. نعم.